حياكم الله. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير الآراء الجدلية، لا توافق على إقراره في البرلمان، وتذبذب للمواقف بين التأييد والاعتراض في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي دفع البعض لدعمه والبعض الآخر لرفضه. آراء سياسية بعضها تفقه ما تقول، وأخرى لا تعرف بالفقه شيئا. فمن أين جاءت بالمواقف؟ الله أعلم. من شرع الزواج أولا، الدين أم القانون؟ أي كفة هي الأرجح؟ أسباب موجبة تعول على الدستور بعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، واعتراض يغلف بالتوجه الصريح للتقسيم الطائفي بناء على اختيار المذهب قبل عقد الزواج. وفي كل الأحوال دعونا لا نصدق كل ما يقال ولا نقول كل ما لا يصدق، ونمضي بالدليل الواقعي بما ينسجم مع الغطاء الأكبر في المجتمع العراقي. استبشرنا خير بالقراءة الأولى بتعديل قانون الأحوال الشخصية، كون أنه هذا القانون حقيقة من القوانين البعثية اللي مع الأسف الحد الآن سارية ودفعوا ثمنها حقيقة أبناء الشعب العراقي، أنتجت تفكك أسري كبير يجب معالجة هذا حقيقة. والمختصين اليوم كل اللي موجود اللجان اللي داخل البرلمان واللي معنية بها لجنة المرأة خاصة، يجب حقيقة حل جذري لهاي المهزله اللي اليوم اللي تصير اللي ولدت لنا شهريا اكثر من 7000 حاله طلاق. الحقيقه هذا التعديل لقانون الاحوال الشخصيه، يعني انا رايي الشخصي يعني شغله ما لها داعي، لانه القانون السابق كان قانون كلش جيد ومتقدم ويخدم الاسره العراقيه، وان كان صحيح انه متحيز الى جانب المراه اكثر من متحيز الى جانب الرجل، ولكن بالحقيقة هو قانون أكثر خدمة للعائلة. القانون العراقي اليوم وبوجهة نظر الجميع، لا أتحدث عن نفسي، يميل للمرأة أكثر من الرجل بكثير من الجزئيات. إذا تحدثنا عن الحضانة، إذا تحدثنا عن موضوع النفقة، إذا تحدثنا عن موضوع اليوم حتى موضوع الخلع صار سهل للمرأة جدا، ومبررات بسيطة ممكن تخلع زوجها. بالتالي القانون فعلا يحتاج الى تعديل. يعني على سبيل المثال كثير من الحالات، حالات النفقه ودعاوى النفقه، المراه تكون هي ظالمه الرجل. يعني المراه هي تروح تظلم الرجل في سبيل يطلقها، في سبيل تحصل نفقه من عندها، في سبيل راتب شهري، وهي لها الحريه وبعيده عن الرجل. هذا مو انصاف. من جديد أهلا بكم. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الباحث الإسلامي الشيخ نور السعدي، حياك الله. سمعت الشيخ أستاذ القناة والمشاهدين، حياك الله. كما أرحب بأستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل، حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم شيخ نور. بداية، شرعيا لماذا أثير هذا الجدل الكبير بين المذهبين السني والشيعي حول قانون تعديل الأحوال الشخصية؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو من التركة الثقيلة للنظام السابق، حيث أن النظام السابق كان يعتمد في بعض الأحيان على العلمانية ويعتمد على سن القوانين الوضعية دون الرجوع إلى الأمور الشرعية أو الأسس الحقيقية لإصدار بعض القوانين، ولذلك نرى فيه كثير من التجاوزات ونرى فيه كثير من الظلم أحيانا للرجل والمرأة، لأنه حينما يعطي مساحة للمرأة هذا يظلم المرأة لأنها ربما تأخذ أشياء ليست من حقها، وكذلك بالنسبة إلى الرجل. والمطالبة بتعديل القانون كانت منذ سنوات بسبب وجود مظلومية، يعني من رفع صوته أو طالب بتغيير المادة التي تتعلق بقانون الأحوال الشخصية أو بالأمور التي تتعلق بالزواج والأسرة، هذا كان وفق آثار موجودة في المجتمع وجود مشاكل داخل المحاكم، مما أوصل البرلمان اليوم وهو يعتبر الجهة التشريعية القانونية الشرعية للدولة العراقية الحديثة إلى مشروع هذا القانون، لإصدار هذا التعديل. طيب. أو لذلك نحن نستبشر خيرا، باعتبار أن الأمور أرجعت اليوم إلى نصابها، إلى المرجعية العليا في النجف الأشرف من جانب، وإلى مركز الإفتاء من جانب آخر. لذلك ما أثير ربما هو يكون من جانب جهل في بعض الأحيان،
أو في بعض الأحيان يكون للتعليق فقط، يعني هو موضوع أثير وأصبح ترند، فيجي أي إنسان ممكن أن يدلو بدلوه. أحيانا أكو شخصيات سياسية لها ثقلها السياسي ترفض هذا القانون جملة وتفصيلا، هذا التعديل مو صحيح. يجب أن مزاج سياسي، لو أكو فقه بالموضوع يقول لك إحنا ما نوافق هذا على هذا الموضوع. طبعا يرجع إلى خلفيات هذا المعترض السياسي، هو مثلا طوال عمره صرح بقضية فقهية أو تدخل بقضية شرعية، هل يملك الأهلية للتدخل بقضايا لا يملك فيها الخبرة أو ليست من تخصصه أصلا، أم أنه يريد مجرد دعم مؤسسات خارجية تدعم النسوية مثلا في العراق التي تعادي سن مثل هذا القانون، مما يؤدي إلى التصدي السياسي نصرة. سمحت الشيخ يقول لك أنا مشرع بالبرلمان، أنا من حقي أعترض على هذا القانون لأن أشوفه ما يتناسب مع الوضع العراقي. البرلمان العراقي عبارة عن لجان، واليوم اللجان يعني مسؤول اللجنة الأمنية لا يتدخل في تشريع مسؤول لجنة الزراعة أو لجنة النفط أو الطاقة. نعم. هذا موضوع تخصصي داخل البرلمان، ويوضع كل إنسان حسب تخصصه. يعني أنا حتى وإن كنت مشرع داخل البرلمان لكن أنا ما أفقه بالأمور الشرعية، فكيف أتدخل فيما لا يعنيني أو لا أفهم؟ ليش هذا الجدل بين المذهب السني والشيعي؟ باعتبار أن هناك اختلافات في سن البلوغ، وهناك اختلافات في قضية الطلاق، وهناك اختلافات في إجراء العقد، يعني قضايا اختلافات فقهية بين المشرعين يعني المذاهب. ولذلك هو اليوم يرجع إلى مذهبين رئيسيين، يعني المذهب الجعفري، ويرجع من جانب آخر إلى المذهب السني، وأيضا حتى بالنسبة إلى المذهب يرجع إلى كبار العلماء. يعني لا يتصور البعض أن الموضوع يعني أصبح هين، لأن هذا ممكن أن يرجع فيه إلى قمة الهرم أو قمة ما ممكن أن يصدر من فتوى في الجانبين. دكتور مصدق، أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك، بين ليلة وضحاها ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقانون الأحوال الشخصية، شنو رأيك بالتعديل اللي طرح في البرلمان؟ نعم، السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. حقيقة هذا الأمر ليس بالمستبعد، باعتبار أنه نتيجة تراكمات كثيرة عاناها العراقيون منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا. الجميع استبشر بعد عام 2003 أنه سيصار إلى إعادة الأحوال الشخصية باعتبارها أقرب للصفة الشخصية والدينية للشخص منها إلى الصفة القانونية. فبالتالي مجلس الحكم أول ما بدأ بإلغاء، أصدر قرار بإلغاء قانون الأحوال الشخصية، وتدخل بول بريمر آنذاك لإجبار مجلس الحكم على إلغاء قانون الأحوال الشخصية. بعد هذا استمر عدم المساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 59. وصل الأمر حقيقة يعني في مسائل الطلاق والنفقة والحضانة، هو عبارة عن ابتزاز من قبل المرأة تمارسه ضد الرجل. يعني أضرب لك مثل، من نجل المادة 57 لا يوجد هنالك أي فرض أو التزام قانوني على المرأة المطلقة بأن تذهب مع الطفل لمشاهدة الأب الذي طلقها. أبعد من هذا مرتين ثلاثة عشرة 15 20 مرة تقام دعوة ضدها، وفي بعض الأحيان تحكم المحكمة برد الدعوة، وفي أحيان أخرى تحكم بالغرامة. فبالتالي هذا التفكك في تنظيم العلاقة القانونية بين الأب والطفل والزوجة بعد الطلاق هو الذي أدى بنا إلى الوصول لهذه النتيجة الخلافية بين المذهبين السني والشيعي في العراق. لهذا اليوم ساهمنا خلال الدورات النيابية السابقة حقيقة في طرح تعديل لقانون الأحوال الشخصية، سواء من خلال الدكتور عمار طعمة كان رئيس حزب الفضيلة عام 2016، وكذلك ساهمنا قبل عام في طرح تعديل جديد لقانون الأحوال الشخصية اللي تبنوه المادة الحملة الوطنية لتعديل الحضانة وفق المادة 57. قمنا بالعديد من الزيارات لمجلس القضاء، ومشكور مجلس القضاء الأعلى قام برفع المشاهدة من مرة واحدة في الشهر إلى 4 مرات، فحصل تعديل قضائي لمسألة مدة الحضانة. فبالتالي من وصلنا لنقطة اللا عودة، المرأة مصممة على الاستمرار بانتهاك حقوق الرجل والاستمرار في عدم المساواة. هي ما مصممة، يعتها قانون يحميها. أيوة، ولهذا هذا القانون حقيقة احنا من اي قانون بالمادة 14 من الدستور العراقيون متساوون امام القانون. انا اليوم اجي الاب عندما يطلق
يحرم من مشاهدة طفله، تأخذ النفقة زوجته. الأحكام الشرعية بالنسبة للمذهب الجعفري عندما تتزوج من أجنبي بإمكان زوج الأم أن يستمر بالاحتفاظ ببنته حتى في حال بلوغها مقابل تعهد بكفالة الطفلة. بس حتى أفهم هذه النقطة، هذا شرعا يجوز؟ لا لا يجوز شرعا. الحضانة للمرأة لسنتين فقط، بعد ذلك تعود الحضانة للأب. وضحت. ولذلك يعني هذا غير موجود. لا لا شرعا ما موجود. أبعد من هذا، حتى لو نجي على الهوية الإسلامية، أنا أستغرب الدستور يقول الإسلام دين الدولة الرسمي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام. سن الحضانة 9 سنين يتعارض ويا الشرع. عندنا مخاطبات للمجمع الفقه السني ومخاطبات للمرجعيات الدينية اتفقت على أن الحد الأعلى لسن الحضانة شرعا وفق جميع المذاهب مثل ما تفضل الشيخ من 2 إلى 7. زي ليش القانون العراقي ومجلس النواب مصمم على أن يخالف سن الحضانة بجعلة 9، بل أن هنالك مشاريع أخرى تذهب إلى تصعيد هذا السن؟ هاي مسألة كقانوني، هذا نتيجة الضغوطات الدولية، المنظمات الدولية والسفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يمارس ضغوط وابتزاز على جميع اللجان المختصة بقضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان داخل مجلس النواب وخارجه. لهذا اليوم هذا الخيار اللي إجا من بعض النواب وبالتحديد من اللجنة القانونية، وأعتقد الدكتور رائد المالكي مشكورا، هذا الأمر جاء ليطبق الدستور. الدستور واضح، الإسلام دين الدولة الرسمي، المادة 41. أنا كعراقي وكأستاذ بالقانون الدستوري أنا أشوف الأحوال الشخصية هي حريتي الدينية والشخصية، والدستور يقول العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق الدين أو المذهب أو الاختيار، وينظم ذلك بقانون. أنا بالنسبة لي من مذهب معين، أنا أريد ألتزم بالأحكام الشرعية الشخصية الخاصة بمذهبي، ما شأن المكون الثاني أو المواطنين البقية. هذا أمر، وهذا يعتبر تقسيم طائفي دكتور. أبدا ما عليه بالطائفية سد، أنا هاي علاقة بين زوجتي وأطفالي، هذا مو حرية شخصية وإنما أكثر من الحرية الشخصية. أنا يعجبني في فترة من الفترات كنت متدين، بعد فترة ارتئيت أن أترك الدين بأكمله وأتحول إلى العلمانية. بإمكاني وفق النص الدستوري أن أتفق مع الزوجة التي أتزوجها باتفاق رضائي مكتوب كل أحوالنا الشخصية في حال الطلاق بعد كم سنة، لك الحقوق 1-2-3 في حال الخلع، لا 1-2-3. فالدستور العراقي يكفل حق الأحوال الشخصية وفق الدين أو المذهب أو الاختيار. طبعا مما يؤسف هذا المشروع ما أتطرق لمسألة الاختيار. الاختيار؟ نعم، هسه يعني احنا اليوم قفلها علينا المشرع اللجنة القانونية ودكتور رائد يسمعنا، قال أما جعفري أو حنفي. احنا ترى عندنا 5 مذاهب رئيسية بالإسلام. هذه النقطة نتوجه بها سماحة الشيخ، هذا مو تقسيم طائفي إما جعفري أو حنفي، هسه أكو غير مذاهب. طبعا ممكن أن يكون التقسيم الطائفي حسب الرؤية اللي موجودة على مستوى المحاصصة بالمناصب، أو ممكن يكون على مستوى المناطق أو المحافظات، أو على مستوى آخر مثلا تشريعي أو أي قضية أخرى. لكن أن يكون بقضية دينية فهذه قضية إلهية، يعني إذا قلنا أنه هذا تقسيم طائفي فهذا التقسيم إلهي يفترض، يعني إحنا المفروض ننتمي إلى ما نؤمن به، وما نؤمن به نعتبر أن هذا تشريع من الله. يعني المذهب السني اليوم يعتبر هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى، هو لم يسن ذلك أو يخترعه أو يقدمه على أساس فكرة، لا لا، هو يعتقد أن الروايات وما جاء عن النبي، وكذلك المذهب الجعفري يعتقد أن هذا ما جاء عن طريق التشريع السماوي. لذلك كيف أتهم التشريع السماوي؟ أنا أعتقد أن الزواج بهذه الطريقة، وأن تفسير الآية التي تخص الحضانة الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يقولون هذا بنص الآية القرآنية أنه هي لها حق أن ترضع ولدها، هذا حق الرضاعة، هذا قانون الرضاعة. بعد ذلك يعود إلى بالتراضي، نعم موجود عندنا بالتشريع، أنا اليوم ما متحمل، عملي سفر، عملي متعب، ما أقدر أراعي الطفل، يبقى يم إذا بالتراضي غير، هذا أمر آخر. لكن إحنا اليوم إذا نرجع للفصل، يعني إحنا اختلفنا اثنين الأب والأم يردون، يفترض أن يكون هناك قول فصل، وقول فصل مو برأي شخصي. زين، اللي من غير مذهب هسه هو لا حنفي ولا جعفري، عنده غير مذهب شلون؟ يعني هذا المفروض اليوم إحنا كدولة إسلامية نعقد بال
بالمحكمة على ضوء مذهب معين. يعني احنا من نجيب المذاهب الأخرى، إذا أكو اختلاف يجب أن تكون هناك محاكم للأقليات مثل ما هو المفروض. يعني احنا اليوم نتعجب أكثرية بالعراق، يفترض أن يكون القانون جعفري وتكون هناك محاكم خاصة للأقليات الموجودة. اليوم العراق قسم لنصفين، في حين هو يفترض لا يكون القانون العام قانون جعفري أو يرجع به للفقه الجعفري باعتبار الأغلبية بالعراق جعفرية، ويفترض أن تكون محاكم خاصة مثل ما موجود عندنا. يعني مثلا اليوم في بريطانيا، أخوة بريطانيا قمة التقدم وما يمكن أن يطرح، ليس هناك تعدد للزوجات، لا يسمح، ممنوع في بريطانيا. كل الدول الأوروبية ما تسمح. لماذا؟ مع العلم أنا ممكن أنه مسلم والمفروض أنا ببلد أوروبي ومتطور، لماذا؟ أما أنا أقولهم يابا إحنا أقليات والمفروض أنا أبدأ أروح هسه أعقد بمحكمة على امرأة مثلا، شنو اللي أفعله هناك؟ بهذا التعديل الجديد البنية إيش قد ممكن تتزوج؟ ماكو اعتراضات يقول لك 12 أو 13 سنة تتزوج، هذا شيء مو منطقي، المجتمع العراقي يرفض هذه الفكرة. يعني أنا أشوف مثلا هذا موضوع الرفض، هذه قضية ترجع إلى الولي. يعني إحنا اليوم هسه من نفترض هذا الفريضة أو الافتراض، إحنا نقول يعني مثلا راح يصير فرد حالة عامة من الزواج، أصلا عندنا عنوسة بالعراق، احنا اليوم العراق بنسبة عنوسة، فأصلا افتراض أن طبعا يسمح بالعمر، بس من يقول يتحقق يسمح؟ لأنه الآلة الفسلجية للمرأة تكتمل، هسه بكيفنا مو بكيفنا، ماكو طبيب بالعالم ما يجزم أن المرأة تكتمل أنوثتها في هذه المرحلة. زين احنا بالغرب نسمح لها بممارسة هذا الفعل بمجرد البلوغ، بس بشرط أن ما يكون زواج، وبحنا هنا شرط البلوغ يسمح به بأن يكون عقد للزواج. ليش أنا أقول لماذا؟ خب هو عالميا مسموح، يعني كل هو شيء فطري بالمناسبة، ولذلك أنا أقول نعم هو راح يكون الحد الأدنى، بس من يقول أنه يتم الزواج بهذا؟ يرجع إلى الآباء وإلى التمكن، هي مرة طفلة مرة نعم. كبيرة، يعني قصدي لا نفترض شيء هو ما له واقع أصلا بالعراق. نعم. زين دكتور مصدق، ليش البرلمان حول كل جداولة من اللجان والقبة التشريعية إلى منصات التواصل الاجتماعي؟ هسه اليوم نشوفه يحكي بمواقع التواصل نعم. أكثر من يحكي بالقبة التشريعية للبرلمان. حقيقة هذا الأمر بسبب أنه اللجنة المختصة بالأحوال الشخصية والطفل والمرأة والأسرة هي ذات توجه علماني في الغالب العام من الحالات، باستثناء بعض العضوات وبعض الأعضاء داخل هذه اللجنة. فلهذا مجلس النواب بدل أن يواجه حربا داخلية بين الأعضاء باعتبار أن الغالبية هي ذات توجهات إسلامية، ارتأى أن يساعده الرأي العام العراقي حتى وأن أدى الأمر ذلك إلى مخالفة الإسلام ومخالفة الأحكام الشرعية، لأنه لم يبقى من عمر مجلس النواب سوى سنة وأفلح اللوبيات الدولية والأوروبية في إبقاء الأحوال الشخصية على حالها منذ أكثر من 20 سنة. لهذا اليوم حقيقة نعتب كثيرا على مجلس النواب العراقي يشرع لنا قوانين لا تسمن ولا تغني من جوع، قانون منع التدخين، قانون مكافحة البغاء أو غيرها من القوانين، وتناسى القوانين التي تعزز الأسرة. يعني لما الدستور يقول تكفل الدولة المحافظة على الأسرة وقيمها الدينية والوطنية والأخلاقية، أنتم كمجلس النواب من تشوفون 10,000 حالة طلاق، راح يصير 10,000 عقدة نفسية لدى المرأة و10,000 يم الرجل، بالإضافة إلى الطفل سينشأ مكسور الجناح أو لديه نقص نفسي في الأرض. شكل ساهم القانون القديم بحالات الطلاق حقيقة كل حالات الطلاق، وأؤكد هذه المسألة من خلال منبر قناتكم الحرة، تتم من خلال التعسف في تنظيم العلاقة بين الزوج والمرأة. فللقانون 80% من حالات الطلاق التي تحصل في المجتمع العراقي لأنه لم يواكب التطورات. اليوم احنا القانون من نريده يحكم ينسجم مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل حتى الدينية للشخص. أنا اليوم مجبر كمواطن عراقي وكمختص بالقانون أن أطبق ما وجدنا عليه آباءنا. يعني نذكر على قانون الأحوال الشخصية السيد محسن الحكيم 1958 أول من اعترض على هذا القانون وقال هذا القانون وضعوه الشيوعيين في زمن عبد الكريم قاسم، فما أعرف جدتي منال يونس في زمن
النظام البائد وقامت بتغيير بوصلة قانون الأحوال الشخصية من موازنة بين حقوق ووجوبات إلى جعلها تميل من خلال الاتحاد العام لنساء العراق في صالح كفة المرأة. كم قانون ورثناه من حزب البعث المقبور جاي نشتغل به حتى اليوم؟ يعني أكثر من 7000 قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل ومن ضمن هاي القوانين البائسة. وهذا الأمر حقيقة ما نعتب على رئيس مجلس النواب المؤقت أو على بعض رؤساء الكتل النيابية بقدر ما نعتب على الغالبية داخل مجلس النواب. يعني هل من المعقول 5-6 مواطنين يعترضون يخلون نتيجة ضغط الرأي العام وأكثر من نصف الشعب يريد يلتزم بالأحوال الشخصية الخاصة بمذهبه والله نأجلها لأن قضية خلافية دي يقول لك في مشروع قانون؟ لا لا لا, 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 لا مو على هذا الموضوع دكتور مصدق. نعم. هي كلها شفت القوانين صارت بباكج ماشي لقانون العفو العام. وليش دائما امشي بالباكج؟ لان هاي توافقات سياسيه. اي اذا اكو خلل في اداره الدوله العراقيه ومجلس النواب العراقي اليوم. اما نقول احنا دوله تتبع سياده القانون ومبدا الفصل بين السلطات. شفت الجدول اليوم؟ اي اكيد شفته. جدول اعمال مجلس النواب. يعني قانون الخدمه والتقاعد لمجاهدي الحشد ومقابل قانون العفو عن الارهابيين. يعني ما واضحه. هذه حقيقه ابتزاز نيابي. احنا اليوم يعني وهي اليوم اكو مشكله دكتور. نعم. بس حتى افهمك قانون الحج الشعبي يساوي قانون العفو العام من وجهه نظر الكتل؟ نعم. ومن وجهه نظرك كقانون؟ انا بالنسبه لي لا اؤمن بشيء اسمه العفو عن الارهابيين. يعني اليوم من اقرب قانون الجدول الاعمال العفو ويقصد بجريمه التنظيمات الارهابيه اللي نشملهم بالعفو كل من ارتكب عمل اجرامي او ساعد في ارتكاب اعمال اجراميه. زين بالله اللي وجد عمل في التنظيم بالله قد يكون تاب واللي جند ارهابيين هم قد يكون تاب واللي وجد اسمه في سجل التنظيمات الارهابيه النصره او الجهاد التوحيد او داعش هم قد يكون تاب بس مال انه قام باعمال اجراميه او ساعد في ارتكاب الاعمال الارهابيه هذا شلون اعفو عنه؟ هي اليوم المشكله اليوم اللي قاعد يروج لقانون العفو العام هو نفس اللي قاعد يضرب قانون الحشد. نقف بوجهه لان الدستور واضح وصريح ماده 7 تلتزم الدولة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. فبالتالي اليوم أنا بالنسبة لمن كانوا ينتمون للتنظيمات الإرهابية وتابوا إلى الله وأصلحوا ولن يؤذوا العراقيين ما عندي أي مشكلة أن أشمله بقانون العفو. وبالإضافة لهذا عندك مشكلة وياه بالضبط. بس بالنسبة لارتكب عمل إجرامي أو ساعد بأي صورة لا والله هذا ما أشمله بالعفو. سمحت الشيخ أرد أسألك إحنا اليوم طوينا صفحة نظام البائد ولكن ما ورثناه من أفكار وانحرافات وعقائد موجودة لحد الآن. نعم. وجاي تروج لها شخصيات لها ثقلها السياسي في المجلس التشريعي وحتى بالمنابر الدينية. يعني خلينا نكون واقعيين سهل شلون راح نحلها هاي المشكلة؟ طبعا هذه مشاكل ممكن أن نستعين بتجارب دول أخرى وممكن أن نستعين بتجارب شخصية يعني تكون هناك شخصيات وطنية تنقذ البلد. التجارب المستوردة خوب اليوم عندنا تجربة اليابان عندنا فنزويلا عندنا كثير من التجارب اللي هي تجارب ناجحة وأيضا كانت دول تعاني من الفساد وتعاني من الدمار والحروب والخراب. أما إذا أردنا أن نعود إلى الداخل اليوم الداخل لا يتمتع بخصوصية التصرف. يعني هذا واضح. إحنا مثلا اليوم هسه قانون الأحوال الشخصية نشوفه الأمم المتحدة تصرح على مجرد محاولة تعديله وهذا معناه أن هناك مراقبة لما يجري داخل العراق وربما محاولة التأثير وهذا أيضا شيء واضح. الأمر الآخر اليوم إحنا نعاني من قضية أنه قانون الأحوال الشخصية جعل هناك انتكاسات في الأسرة. يعني مثلا أنا شفت كثير من الناس يعاني من خيانة زوجية ويسكت عن الخيانة خوفا على الأطفال خوفا أنه راتبة خوفا انه اذا انفصلت ممكن الطالبه وترجعه الى اول مرحله بحياته بسبب شنو؟ بسبب ضغط القانون. زين احنا عندنا اكبر دليل على فساد القانون هو كثر حالات الطلاق. زين انا بدي اسالك هسه حضرتك تقول الاغلبيه في العراق هي اغلبيه جعفريه وهي النقطه لا خلاف عليها. نعم. اذا هي اغلبيه جعفريه ليش لحد الان تطبق قانون البعث؟ لان القرار مو جعفري. لان القرار داخل البرلمان. شلون؟ الاغلبيه منو بالبرلمان؟ لا داخل البرلمان اليوم احنا عندنا هسه رئيس برلمان ماكو.
في حين الموجودين من الشيعة يقدرون يصوتون على أي واحد، لكنه المنصب محسوم. يعني القضية، وأنتم ذكرتوا قبل قليل اليوم هسه قبل قليل أنه هذا مقابل هذا، صحيح. هذا الموجود هذا مقابل هذا ما يجعل الجعفرية أو حتى مثلا نقول الشيعة اليوم بالعراق كأغلبية ما يتصرفون كأغلبية، ما يتصرف كأغلبية، لا يتصرف كعضو مجلس الأسي. شنو الدافع؟ الأعراف السياسية هي لا لا دافع احترافية المقابل. ضع مو اليوم احنا مو نقول معناها احنا المقابل أقوياء، لكن احنا ضعفاء. احنا اليوم نقول قوة القرار ما اجت بجرأة بحيث انا افرض قضايا على العراق تجعل منا مستقل، لا لا انا انتظر واحد شريكي بالوطن يجي قرار من برا، يجي واحد يوافق له حتى اتنازل له عن قضايا معينة. قد ساهمت المنظمات النسوية وقانون المساواة بين المرأة والرجل بتمرد المرأة المسلمة العراقية على وجه التحديد؟ ساهمت بتأخير القانون 20 سنة، هذا أكبر دليل. نحن إلى اليوم مطالبين منذ 10 سنوات عما لا يقل عن 10 سنوات بالتعديل، التعديل أيضا ستساهم به ولحد الآن فوق أكثر من 10 سنوات في التعديل. تنجح المنظمات النسوية بشخصيات أنا أقدر عذرا يعني خرقاء، شخصيات خرقاء لا تحمل. وين دوركم كرجال دين؟ وين دور التشريعيين؟ إذا كل منظمة نسوية خارج البلد جاي تمشي أفكارها على العراقيين، إحنا واصلين لمرحلة اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما كان هيجي، إذا ما سوى هيجي، إذا ما جاب لك هيجي تركيه. اليوم أكو تمرد على زي. إحنا اليوم نتكلم إحنا اليوم نتكلم أمام شاشة، بس هاي المنظمة النسوية تقعد ويا عضو برلمان. يعني يروح على مصدر قرار. التعامل اليوم المحترف او الانسان اللي يريد يغير القرار يروح يتصل بمصدر القرار. فاحنا اليوم من نريد نوفر ضغط، نعم هذا خب ضغط اعلامي، بس السياسي يحتاجه لتوفير الضغط، بس القرار يم السياسي، القرار داخل البرلمان. هذا اللي يتصل واحنا هاي دعوه الى اصحاب القرار حتى يسمعون منكم ويجلسون وياكم. نعم. بدل ما يسمعون من المنظمات المشروعه. احنا اليوم منو سوانا مثلا هسه ندوه مثلا انه يستشير رجال الدين، او على الاقل الاستشاره اللي تحدثت مع النجف او الذهاب الى النجف اليوم هو سنه بقانون، وهذا هو الصحيح. انا اليوم النجف من يقول له انت تجي يعني تاتي لاستشارتي، خب هاي ايش قد مقدار الاخذ بها؟ استئناس بالراي، استشاره. بس من تكون بقانون ان يعود في الخلاف الى المرجع الاعلى، وبالمناسبه تسميه المرجع الاعلى كمنصب اليوم الله يحفظ السيد السيستاني ويطيل في عمره، هو اليوم بهذا المكان في هذه المرتبة، لكن هذا منصب على مستوى التشيع ممكن أن يكون بعد 100 سنة. واضح أنه هذا أنا أرجع إلمن إلى منصب المرجع الأعلى أن يبت ببعض القضايا. دكتور مصدق، باعتباركم قانونيين يدزون عليكم يفتهموا منكم قبل التعديلات، قبل ما يتناقشون بالقوانين المهمة لو لا؟ حقيقة بس عندما أنتقد مجلس النواب أو بعض اللجان في بعض الأحيان يأتيني اتصال أنه كان الأجدر قبل أن تجلدنا أن تعطي لنا ملاحظاتك. فبالتالي اليوم الإعلام ورقة ضاغطة، يعني اليوم هسه مجلس النواب، يعني مما يؤسف أن أقول هذا المسألة في منبر قناتكم الحرة، يعني اليوم إيش قد عندنا نسبة مصداقية مع نواب رئيس مجلس النواب؟ هل هم مع التعديل لكي يصار إلى عمل هذه الجلبة الإعلامية والضغوط الإعلامية؟ اليوم حقيقة أنا أشك في أكثر من 165 نائب داخل مجلس النواب هم ضد التزام حرية العراقي في الاختيار، التزام أحوال الشخصية. أنت من منبرنا اليوم راح تجدد التشريعين؟ أكيد لا. أكيد لا، لأن حقيقة يعني مثل ما ذكر الشيخ، اليوم السياسي لا ينظر إلى تطبيق الإسلام والمذهب، ينظر إلى عدد الجمهور الانتخابي، كيف يعظم ما كنت الانتخابية وبقت سنة. إحنا رح نبقى بين الجمهور وبين السياسي. فبالتالي اليوم حقيقة لو كان هنالك وطنية وإسلامية حقيقية لدى غالبية النواب لانتفضوا وقاموا بإدراج هذا المشروع بعد تعجيله، طبعا لان في بعض المشاكل القانونيه ضمن جدول اعمال مجلس النواب. انا اعتقد انهم لن يقدموا على هذه الخطوه، وحتى لو اقدموا سيتم قراءة قراءة أولى ويرحل إلى الدورات اللاحقة مثل ما عملوا في مقترح التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية. لا. وغيرها من عشرات القوانين الأخرى. شكرا جزيلا أستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل، حياك الله. حياك الله. التفاصيل سماحة الشيخ
نور الساعدي حياك الله وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لنتابع. ملفنا الثاني راح يكون عن واقع العمالة المحلية والأجنبية في العراق ودور الحكومة العراقية في احتواء البطالة، وراح نفتح هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. هنا في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد يتأمل العاملون من أصحاب البسطيات وغيرهم من العاملين شمولهم بقانون الضمان الاجتماعي الذي تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلزام القطاع الخاص بتسجيل العاملين بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للحصول على راتب شهري الذي أصبح حلم الكثير من الكسبة. تضمن حقها شوية على الأقل، حمياتين راتب يجيها شياتين، لان الناس قاعده على طالب وطاله، واذا شوف الوضعيه وبالحر وبالشمس، يا دوب يطلع لك 10 15 الف تروح تفراتك تنام، تدفع الايجار تدفع المن. هذا القرار اذا تنفذ يعني راح يستفادون وايد من عنده عمال هسه مثل هذا المصدر مدروس، هم يستحقون رواتب يطوم، رواتب يطوم تقاعد، هذا سوى واحد من الناس، يعني لو هيك قرار ايش مني كيف هم انا عطل، هم اعتبره عاطل، هم استفاد. ضمن الإجراءات الحكومية إلزام شركات القطاع الخاص بهذا القانون من أجل توسعة الرعاية لهم، إضافة إلى منحهم قطع أراضي وبناء دور واطئة الكلفة وبيعها بالتقسيط على العمال المضمونين مع توفير راتبا تقاعديا في حال العجز أو الوفاة سيصرف لعائلتهم. طبقات العمال المتأذية اجتماعيا وهويتها تحسها مهمشة، عسى وعلى أن هذا القانون يكون بجانبها ويسعفها على جميع المستويات، وخصوصا إذ ما سمعنا أيضا هناك ممكن تخصيص قطع أراضي لهذه الطبقة من شريحة العمال، وبكل تأكيد أنه الشاب العامل اللي يتجاوز عمره 35 سنة وحتى أكو عمال عندنا وصل 40 سنة هو ما عنده وظيفة داخل المؤسسات الحكومية، بالتالي لما يحصل على قطعة أرض وراتب معين يحفظ كرامته وجهده، بالإضافة لأنه يعمل بمؤسسة في القطاع الخاص فيها ضمان اجتماعي، هذه خطوة جيدة تحسب لبرلمان. يضم قانون الضمان امتيازات عديدة أهمها تخفيف الضغط على القطاع الحكومي ودعم القطاع الخاص بشكل مباشر، إضافة إلى توفير حياة كريمة للعمال وعائلاتهم. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الاقتصادي والخبير المالي الاستاذ عمر الطائي. حياك الله استاذ عمر. مساء الخير. حياك. اهلا وسهلا استاذ عمر. بصراحه في العراق اكو كفه للبطاله، لكن الكفه المقابله لها العماله الاجنبيه. اليوم المواطن بين هذه الكفتين وين بالتحديد؟ الاول تحيه لحضرتك ومشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. انا شاهدت ويا حضرتك التقرير اللي نعد حاليا، الحكومه حاليا تتوجه دعم هذا الموضوع،
يعني القانون الأخير اللي صدر بالعمل الضمان الاجتماعي ودعم القطاع الخاص به، هذا يزيد أكثر من إقبال الشباب على الضمان الاجتماعي. شوف الضمان الاجتماعي هو ضمان موازي للتقاعد عند الموظفين. إحنا القطاع الخاص من كان يعمل عملية الضمان الاجتماعي عنده قليلة ما مشمول بها. أغلب القطاعات يعني الشباب اللي يشتغلون بالقطاعات الاقتصادية اللي ما تابعة للدولة ما مضمونين بالعمل الاجتماعي، ما عنده خدمة يضمنها. هاي القانون الأخير اللي صدر هذا اللي حيحث الشباب وأغلب القطاعات اللي يشتغلون بها إحنا الخاصة إنه يسجلون بالضمان الاجتماعي ضمان حقوقهم وضمان تقاعد إنهم والعوائلهم والأطفالهم مستقبلا. يعني عملية المساعدة تقليل العمالة الأجنبية، هذا الموضوع يساعد العامل العراقي بتطوير من نفسه. يعني من أكو ضمان إليه بصورة حقيقية وأكو قانون يدعمه، هذا الشيء يؤدي إلى تطوير من العمل مالته. يعني أنت الشاب العراقي هسه من يروح مثلا يتعين بشركة حكومية وشركة تعمل ضمان اجتماعي، مو مثل ما هو مثلا دي يشتغل بدون ضمان اجتماعي. العامل الأجنبي كان ينافس بالمادة مالته القليلة، يعني أنه هو يأخذ أقل من العامل العراقي وبدون ضمان ما يحتاج. هسه القانون لا، وجه شركات القطاع الخاص وجه. تتحدث عن العمالة اللي طاب العراق بأرقام رسمية، لأن احنا ترى عندنا هواي عمالة أجنبية طاب بشكل غير رسمي للعراق وجاي تشتغل ومتنفذين أيضا. الدولة تحاول قدر الإمكان يعني تقلص من عندهم، تتابعهم الأجهزة الأمنية والقنوات اللي هاي تتابعهم بهذا الموضوع ويحاولون يقللون من عندهم. بس احنا يعني التوجه العام هو التوجه لدعم الشاب العراقي. دعم الشاب العراقي بمنحة تقاعد ضمان اجتماعي. انت هسه مختلف القطاعات اللي يشتغلون بها الشباب يقدرون حاليا على القانون الجديد يروح يسجل. يعني بس فهمني، هو صاحب تاكسي او حلاق او يبيع مي مثلا، هذا عمله وهذا مهنته، شلون هذا يروح يسجل؟ يعني مثلا خليه يجي على عامل يبيع مي هو بالشارع، هذا يوميا يطلع 10000 15000، هذا شلون يروح يسجل؟ لا هو ما حيدفع ال 15000. هاكو جدول نزل قبل ايام بسيطه يوضح الكل فئة. يعني هو يقدر يضمن نفسه بأرقام بسيطة، يعني مو شرط أنه يضمن نفسه بأرقام عالية. هو محجوز يعني المصدر الدخل مالته من رقم معين لرقم معين، على هذا الأساس هو يروح يدفع الضمان الاجتماعي مالته. الأرقام ما تحضرني حاليا بصورة مباشرة، كان زودت حضرتش بيها، بس أنه أرقامك أرقام بسيطة، هو يقدر يحسب روحه كعامل بسيط ويضمن روحه بمبلغ بسيط. ونفس الشيء كل ما يصعد بالتدرج بالراتب مالته، يعني الحداد يقدر يروح يضمن نفسه، العامل البناء يقدر يضمن نفسه حسب الارقام اللي هو يفصح عنها، يقول انا امكانيتي بهذا الشهر هالقد اقدر ادفع هالقد. هو له وضمان له ولعائلته ومستقبله. يعني هو القانون اجى لمصلحته ما اجى ضد المصلحه مالته، بالعكس. وهاي عليها اكو هنا اهم شيء، والدوله هي اللي تدعم جزء من عنده. اطلع بالشهر حتى اروح ادفع هذا المبلغ البسيط، هاي بعد يعني انت لازم توفرين هذا الموضوع. الانسان هو دا يريد يضمن نفسه للمستقبل، الدوله همات الموظف الدوله دا يقدم خدمه ودا يشتغل ودا ينقطع من راتبه بياخذ من عنده تقاعد مستقبلا. موظف الدوله في مكان مرتاح ويعرف انه بنهايه الشهر راح يجي هالقد زين. العام الدوله هم دا تاخذ جزء، ترى الدوله دا تاخذ جزء من القطاع هاي، يعني اللي دا يضمن نفسه بالضمان الاجتماعي الدوله دا تساهم. خلي اوسط لك اياها، الموظف خلينا نقول راتبه 300 في نهايه الشهر، هو يعرف راح تجي 300، لكن العامل الحر مثلا السائق او الحلاق ما يعرف راح تجي 300، يمكن 100، يمكن 50، ويمكن ولا شيء. هو انا وضحت لحضرتك هذا الموضوع، هو يقدر يروح يقول مثلا انا معدل الدخل مالتي من 100000 الى 300000 بالشهر، انا اريد ادخل ضمن هاي الفئه بالضمان الاجتماعي، يقدر عن طريقها هو يعرف امكانيته وين. يعني هو مثلا يقول انا الدخل مالتي من 100000 دينار الى 300000 دينار، اريد ضمان التقاعد مالتي ابو 250، يدفع هو النسبه. قلت لك انا ما تحضرني الجدول مالتها، يعني نسبه بسيطه بسيطه، والدوله هي تساهم وياه بالباقي مالتها. يعني هي مو هو يتحمل كل التكاليف. ليش ماكو هذا الوعي؟ ليش ماكو هذا التوجه؟ هي ثقافه، يعني حاليا الدوله تدعم هذا الموضوع بنشر الثقافه مالتها. انت عندك هواي مختلف الامور هنا موجوده حاليا بالبلد مالتنا، الثقافه احنا نفتقد لها. التوعيه الاعلاميه اللي هسه تصير عليها واللقاءات والبرامج والتقارير شلون حضرتك اللي هسه عرضتوه بالقناه مالتكم الكريمه، هذا هو توعيه للمواطن، انه حث على انه اكو امور موجوده بالدوله واكو امور موجوده بالحياه تقدر حضرتك انت تتوجه لها وتعمل بالسياقات الرسميه اللي موجوده، والدوله بدها توفر لك الدعم الخاص بي وتوفر لك الامكانيات اللي تقدر انت تضمن بها حياه، يعني ما نقول حياه كلش يعني، بس حياه مستقره ثابته المستقبل لك ولعائلتك الكريمه. استاذ عمر بصراحه، هل عجز العراق عن استيعاب البطاله، الايدي العاطله عن العمل؟ ترى اليوم عندنا مصيبه، هسه بعد الاستيعاب الحكومي بعد ماكو وظائف حكوميه، والقطاع الخاص شبه مشلول والناس قاعده لا شغل ولا هذا. هاي تراكمات السنوات السابقه اللي حدثت خلى توجه الدولة أو الشباب كل الخريجين هو توجه للحكومة. في
في حين هو انت المجال القطاع الخاص مجال اوسع من الحكومه بتكتسبين خبره اكثر من التوظيف الحكومي والايرادات الماليه ماده اعلى. يعني احنا موظفين قطاع خاص ما اشتغلنا موظفين بالدوله. الخبره تكتسبيها من القطاع الخاص من العمل من الحركه مالته من الابواب المختلطه اللي تقدرين تعاملين وياها ويا الناس. القطاع الخاص كان مظلوم بالفترات السابقه. يعني انا وضحت لحضرتك انه الحكومه حاليا والاشخاص اللي دي يشتغلون عليها دي يتوجهون بدعم هذا القطاع. قبل الدعم شويه يعني قليل له ما متوجه. انت الشباب على مدى هاي السنوات تراكموا والخريجين اللي يتخرج من الكليه دي يتوجه مباشره انه يريد توظيف بالدوله. الدوله حاليا دي توضح له انه اكو مجال هو مجال عمل اقتصادي مجال عمل تطويري انه انت كل الاختصاصات الهندسيه الاداريه الماليه موجوده لها ابواب عمل بالقطاع الخاص. والقطاع الخاص اذا دعمته الدوله بصوره صحيحه راح يسحب عندك هذا الزخم اللي موجود حاليا. اذا دعمته بصوره صحيحه هذا معناته انه الدوله ما دعمته. نعم بصوره صحيحه. لا هي الدوله هسه تتوجه. انت ما هسه احنا الاعمار اللي يصير ببغداد حاليا ما ممكن هي عصا يعني موسى انه كن فيكون يعني هذا الموضوع بس انه انت اكو من يدعم هذا الموضوع احسن من ماكو. يعني انت الفتره السابقه مثلا التوجه قليل. انت حاليا يعني الدعم الحكومي دا يتوجهون بصوره مباشره انه المعامل اللي دا تصير اللي حضرتك هسه بالتقرير كان موجود انه قطع اراضي للمشاريع اللي يمنحون قطع اراضي. قطع الاراضي انت تصدق هذا الموضوع اليوم المواطن يقول لك كم مجمع سكني رصد للطبقات المتوسطه والفقيره وبالتالي انتهى للطبقات الغاليه وللاعلاميين الفاشينيستا. هذا يعتمد على الرقابه اللي موجوده. يعني انت حضرتك اكو رقابات هاي مجمعات استثماريه اكو جهات رقابيه منحتهم هاي الاستثمار. المفروض هي تتابع هذا الموضوع وتتابع الاسعار اللي وصلت لها هاي. يعني انت مو كل يعني تتحمل اكو جهات رقابيه لازم تمارس نشاطها. متى تمارس؟ من المسؤول عن هذه الجهات الرقابيه غير الحكومه يا استاذ عمر؟ يعني احنا كمواطنين وكعاملين بالقطاع الخاص احنا حاليا اللي نستقطب الشيء اللي يناسبنا. يعني توجهات الدوله والتعليمات مالتها نحاول قدر الامكان نبوبها بالمصلحه العامه للشعب. يعني انت من دي يصير قوانين جديده وتعليمات جديده تناسب القطاع الخاص احنا بدنا نحاول نعلن عنها ونستقطب الشباب انه اكو فلان شيء اكو ضمان اجتماعي اكو عمل اكو طلبات هنا اكو بيبان عمل ثاني انتم ما تعرفوها تعالوا اطلعوا عليها. يعني المجالات الاقتصاديه خاصه بالقطاع الخاص كلش متنوعه. بس المشكله انت احنا نرجع للكلام الاول الثقافه. احنا المشكله المجتمع مالتنا ما يتوجه على القطاع الخاص بهذا عنده ثقافه قديمه انه القطاع الخاص به كذا مشكله كذا مشكله كذا مشكله. شلون نقدر نحفز الوعي لدى المواطن؟ هاي اذا دوله المواطن بعد خب ما عنده حلول لا يقدر يروح يتعين بالحكومه ولا يقدر يبقى قاعد بالبيت. بالعكس إذن القطاع إذن الخاص موجود نفتح ابواب القطاع الخاص شلون نقدر نحفز الوعي لدى المواطن؟ هاي بالبرامج الاقتصاديه بالدورات التثقيفيه. هسه اغلب القطاعات تسوي دورات تثقيفيه او دورات تعليميه للطلاب الخريجين الجدد. يعني قطاع المصارف يسوي دورات تعليميه للخريجين اللي حسب الاختصاصات مالتهم والتوعيه لهم بهذه المجالات العمل. فانت عندك احنا مثلا عملنا بالاوراق الماليه يحضرون للاوراق الماليه الطلاب ويشاهدون العمل مال الاسهم وسوق العراق الاوراق الماليه ويطلعون على مجالات عمل مختلفه ويلاحظون اكو شركات مساهمه واكو شركات قطاعات مختلفه واكو بورصه واكو عمل واكو حركه واكو هوايه ابواب هم كانوا بعيدين عنها ما مطلعين عليها. فيما يتعلق بالعماله الاجنبيه وبصراحه ايهما اكثر مهنيه وصبرا وتحملا العامل الاجنبي من بنغلاديش او سوريا ولا العامل العراقي؟ لا انت العامل الاجنبي المشكله بيه وين؟ هذا ينافس العامل العراقي بالظروف العراقيه، العامل العراقي عنده هواي امور وظروف محكم بيها. انت العامل الاجنبي دا يجي دا ياخذ الفلوس دا يحكم فرق. يعني انت اكو فوارق بالعمل. يعني العراقي من تعطيه مثلا 400,000 مو مثل ما الاجنبي من تعطيه مثلا 400,000 او يحولها مثلا كذا رقم بالدولار. هي متناسب العمله مالته هناك كلش زينه بالنسبه له، بينما العراقي هنا انت تغبني من تعطيه هاي المبالغ البسيطه والارتفاع اللي يصير بسبب هذا. هسه التاجر او صاحب المول او المحل يقول لك انا اجيب لي عمال بنغلاديشيين ارخص وامن واغلبهم بغير اوقات بغير اوراق رسميه، من يزعجني مباشره انا راح للبلد.
لا يقدر يحكي، هذا انا ما اقدر اسوي. هي هاي الفتره السابقه اللي صارت واجهت، هسه احنا حاليا نعاني من عندها، هي الفتره السابقه اللي دخلوا بها العمال الاجانب البنغلاديشيين وغيرهم وغيرهم، احنا نعاني من عندها هسه، لان هذا انت دي ينافس العراقي بابواب العمل مالته. انت اصلا احنا عندنا زياده بالبطاله، عندنا خريجين عاطين عمل، عندك ناس يعني اصلا هم مو خريجين، هم عاطين عمل الكسبه ذوي الدخل المحدود، هذول كلهم انت تنافسهم، العامل الاجنبي ينافسهم. فانت حاليا هسه اكو توجه اللي صار هسه حاليا يعني بتقليل هاي العماله وتقنينها والدعم الخاص للعمال العراقيين. قلت لك يعني قانون الضمان الاجتماعي هذا حاليا اللي اذا مشى علينا هذا كلش يدعم القطاع الخاص وهاي الشريحه خاصه. بس استاذ عمر خلينا نكون واقعيين، اكو شغلات يقبل يشتغلها البنغلاديشي برحاب الصدر ما يقبل يشتغلها العراقي. العراقي اذا حكيت وياه اول كلمتين ممكن يقولون اتحدث عن البعض طبعا مال حضر عمامك، انت حكيت علي انت، حتى لو كان اختلاف مهني في قضيه العمل. اليوم رب العمل يقول لك انا اجيب لي عامل اجنبي يشتغل بهدوء، يشتغل بمهنيه وما يسبب لي مشاكل، احنا يكون افضل. يعني انا اقول لك ترى راي الشارع بصراحه. خليني اوضح لك موضوع، انت يعني كل قاعده لها شواذ، يعني انت حضرتك هسه اخذتي القله مال القاعده وعممتيها على اكو ناس خطيه هسه بده يشتغل اللي بده يشتغل عماله بهذا الحار. اتفق وياك تماما، يعني بده يطلع من الصبح على هذا الحار. عن اراء التجار اصحاب العمل يقول لك انا ما احب اوظف عراقيين، هاي ثقافه انخلقت على مدى السنوات. نرجع لموضوع الثقافه. اي وانت هسه عم تشتغلين، احنا اليوم بدنا نسولف على هذا الموضوع بهاي اللحظه الانيه، وانا وضحت لحضرتك قلت لك الاعمار ما ممكن يكون بلحظه واحده، انت بدك تغيرين فكر. كم سنه يحتاج؟ لا ما يحتاج كم يعني سنه، بس يحتاج توجه سريع. صار 35 راح يصير 40 واحنا بعدنا نحكي بالثقافه ونحكي بالخطوات المستقبليه. هي هاي توجه الحكومه لازم، يعني الحكومه لازم تدعمنا كقطاع خاص وتوفر السبل اللي احنا نقدر ندعم بها هذا الموضوع. شكرا جزيلا. الله الاقتصادي والخبير المالي عمر الطائي حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت فيه. والآن ننتقل بكم إلى الموجز الخبري. رئيس الجمهورية يدعو إلى الإسراع في انتخاب رئيس لمجلس النواب لمواصلة الدور التشريعي والرقابي. عمليات بغداد تعلن القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للتسعيرة الرسمية. النزاهة تعلن إحباط صرف أكثر من 7 مليارات دينار بصورة مخالفة للقانون في ميسان. المالية النيابية تعلن مصادقة البنك المركزي على زيادة رأس مال المصرف العقاري إلى 500 مليار دينار. مجلس الخدمة يجري القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.